يشهد اللبنانيون المتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة حكومات الولايات على إنجاز أصغر المهام في وقت اعتادوا خلال فترة عيشهم في لبنان على إهمال الدولة وقدرة المواطنين على تأمين بدائل من أجل تسيير أمورهم الحياتية، كما في موضوع الكهرباء مثلاً. ففي كانون الأول الماضي سيطرت أحوال جوية سيئة على ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث تسببت الرياح العاتية التي رافقتها وما خلفته من انقطاع للتيار الكهربائي بتنفيس وانهيار قبة مضمار لكسس فيلودروم المخصص لهواة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية، والذي يعد الأكبر من نوعه في ميشيغان. وحينها أوضح المسؤولون عن المضمار أن انقطاع التيار الكهربائي أدى في كانون الأول الماضي إلى تفريغ المنشأة من الهواء، وذلك بعد أن فشل المولد الاحتياطي في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لإبقائه ممتلئاً، الأمر الذي أدى إلى توقف المضمار عن العمل، وأكدت أنه لحسن الحظ لم يكن أحد داخل المنشأة في حينه. وبعد شهرين من العمل ستستضيف الحلبة التي تم افتتاحها في العام 2018 بعد أن كلف إنشاؤها 4 ملايين دولار أول سباق وطني للدراجات الهوائية هذا العام يومي 18 و19 شباط الحالي. وفي هذا الإطار أكد المدير التنفيذي لمؤسسة ديترويت للياقة التي تتولى الإشراف على الحلبة ديل هيوز أنه عندما سقطت القبة كان جهدنا الأول هو حماية المسار من عوامل الشتاء مثل الثلج والجليد والماء قبل إصلاحها وإعادة نفخها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه بفضل الجهود التي بذلها أكثر من 100 متطوع ومتبرع أصبحت المنشأة اليوم أفضل من أي وقت مضى.